انا شي حاجه القفطان المغربي عندي هو النمبر 1 بالنسبه ليا في اي ايفينمون. كنبغي نحرص على الاطلاله ديالي، كنختار القفطان ديالي بعنايه، الماكياج كل شيء. اليوم الاطلاله ديالي من ابداع الجميله النقافه دار الضمانه، كنبغي نقولها شكرا بزاف، تبارك الله عليك، قفطان واعر. الماكياج ديالي من انامل الجميله سهى صالح، والشعر من المبدع ايادي المبدع سيف نور. ضروري ضروري فؤاد هو الاول، ضروري كنعرف شنو غيلبس، كنختار معاه الالوان ضروري. وسلمى راه ماشي غير صديقتي، راه اختي ديما معانا، لا في الفرح لا في القرح. تنبغي نقول لها الله يسهل عليك والله يكمل عليك بالخير يا ربي، والله يوفقك في حياتك. امين. وراه حيت انا جين بيرسون تري سبونطاني، وهي عارفاني، ويعني انا ما فيش داك التصنع ولا خاصك تكون هكا ولا هكا باش تبين. داك السوشيال ميديا كما تنبين الحوايج الزوينين تنبين حتى الحوايج على خفله، وداك الشيء باش حتى الناس اللي متبعينا يحسوا بينا بلي راه حنا راه حقيقيين، ماشي شي وحدين اللي غير مديورين باش نبانو صافي كبار. شوفي لا، وهو مساله عاديه يكون شي واحد يعبر الحب لمراته، يعني زعما ماشي زعما شي حاجه اللي جديده، ولا يعني مرتك كتبغي خصك تعبر على الحب ديالها، وما خصكش تكون حشمان في التعبير ديالك على الحب ديالها، يعني بالعكس خصك تكون انت فيغ بها هي، وتكون هي ماشي بحال ماشي قدوه اكثر من القدوه ديالك، بحال تقولي السند، فهمتي؟ يعني القيمه ديالي ما تتكمل الا ما كانتش هي حدايا. امين. بالنسبه للي شوتينغ اكيد حيت هذه الخدمه ديالي، كاينين عروض بزاف ان شاء الله. بالنسبه للتمثيل يتطرح فيلم البوز ان شاء الله، غيتطرح في اوائل شهر 12 باذن الله، وانا متاكده انهم اللي غيشوفوا التمثيل ديالي غتجيني عروض ان شاء الله، حيت دابا غير سامعين، يعني غير كاين غير صدى ان ابتسام مثلت مزيان، يعني الحضور اللي كانوا الطاقم شهدوا بهذه الشهاده، المخرجه ديمنا كل شيء. كنبغي نشكرهم حتى هما، يعني الناس ملي غادي الناس المهتمين بالتمثيل هذا ملي غيشوفوا الفيلم متاكده انهم غينال اعجابهم. اولا ايمان الله يرحمها والله يوسع عليها يا ربي، واللي اداها راه ربي غياخذ لها حقها في الدنيا وفي الاخره، هذه انا هذه يعني تكون متاكده منها. بالنسبه للناس اللي كياديو لا بالشعوذه لا بغير الشعوذه، راه الدنيا دواره، يوم ليك ويوم عليك، يعني اديتي داك الشخص اليوم راه غدا نوبتك، يعني الصمت كدور كما كنقولوا. ربي كبير، ربي كيخليك تفرجي في لك داك اللي اداك كيعيش نفس الفيلم، يعني دام كاين الله ما عندنا مناش نخاف. المتابعين ديالي كنقول لهم كنحماق عليكم وما عارفيني، وان شاء الله دائما دائما نكون عند حسن ظنهم. اوجه لك هذه رساله، احبك يا حبيبتي. امين. شكرا، تبارك الله عليكم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.